الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من التعليق على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. قد وصلنا إلى الباب 23 وهو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب باب عظيم جدا، وهو من أعظم الأبواب في هذا الكتاب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر هذا الدين. وهذه الأمة خيريتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك من شكر الله عز وجل على نعمة التمكين في الأرض أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فمن شكر الله عز وجل على نعمة التمكين في الأرض أن تقام هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن قام بهذه الشعيرة مكنه الله عز وجل في الأرض، ومن فرط في هذه الشعيرة العظيمة فإن هذا سبيل الخسران وطريق إلى حلول العقوبات بالأمم التي ضيعت هذه الشعيرة العظيمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعظمته عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وذلك لأن شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأن عظيم، فهو وظيفة الأنبياء والمرسلين. فكل نبي وكل رسول لا بد أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، فهي أساس الدعوة إلى الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. فهذه شعيرة عظيمة ينبغي علينا أن نتعاهدها وأن نتواصى بها، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد مر علينا شيء من الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الدعاء إلى هدى أو ضلالة، كما مر علينا في الجلسات السابقة. وقال سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولتكن منكم أمة. ولتكن هنا اللام للأمر، أمر لهذه الأمة بأن يكون فيها أناس يقومون بهذه الشعيرة. ولتكن منكم أمة. منكم، ما المراد بمن هنا؟ هل للتبعيض أم للجنس؟ وما معنى ذلك؟ يعني هل معنى منكم للتبعيض يعني يكفي أن يقوم أناس فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسقط الإثم عن الباقين، أم من هنا للجنس يعني الكل لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذه الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولكن على كل حال الأمر بالمعروف بشكل عام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يعني لا بد أن تكون في الأمة طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،
وإلا أثم الناس جميعا. ولكن متى يكون فرض عين على الإنسان؟ إذا كان المنكر أمامه. إذا كان المنكر أمامه فهنا نقول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الرجل الذي شاهد هذا المنكر بنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سيمر علينا الحديث. فإذا الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، إما أن نقول من للتبعيض أو للجنس. إذا للتبعيض فإن هذا يكون في الأمر العام، لا بد أن تكون هناك أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا قلنا للجنس يعني فرض عين على الجميع، نقول هذا عند المقابلة ومشاهدة المنكر، فإنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بحسب الدرجات الثلاثة التي جاءت في الحديث. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، فالله عز وجل حصر الفلاح، كل الفلاح في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. فدلالة هذه الآية أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو إلى الخير أنه خاسر خسرانا مبينا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف، فما فضلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأمرها للمعروف ونهيها عن المنكر. فبفضل هذه الشعيرة العظيمة كانت هذه الأمة خير الأمم. فإذا ضيعنا هذه الشعيرة ضيعنا الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية آية عظيمة، جمعت محاسن الأخلاق ومكارم الأداب. خذ العفو، اعفو عن الناس، فالعفو عن الناس من مكارم الأخلاق العظيمة، والعفو يعظم قدره إذا كان عند المقدرة. فالعفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب التي حث عليها الشرع. قال: وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، والأمر بالعرف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأعرض عن الجاهلين، لأن الاسترسال مع الجاهلين يضر ولا ينفع. ثم قال: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية فيها دلالة على أن الأمر بالمعروف يشترك فيه الجميع، الرجال والنساء، فكذلك النساء كالرجال في هذه المسألة، لا بد أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر بحسب استطاعتهن، في المدرسة، في تجمعات النساء، في البيت، لا بد أن يكون النساء على قدر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات، فالكل شريك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكل مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب استطاعته وطاقته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن المؤمنون والمؤمنات بينهم موالاة، وهذه الموالاة معناها المحبة والمودة والنصرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، موالاتهم مع بعضهم تستوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من واجب أخيك عليك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا معنى الموالاة. الموالاة المحبة، المناصرة، المودة، هذه هي الموالاة. فإذا الله جعل بيننا موالاة، نحن المؤمنون بيننا موالاة، فموالاتنا مع بعضنا هي أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه آية عظيمة فيها تحذير ووعيد شديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبنو إسرائيل لعنوا على لسان الأنبياء، فداود وعيسى متأخرون عن موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جرت اللعنة على ألسنة هؤلاء الأنبياء على بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ لأنهم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ليتناهون عن منكر. الكل يسكت عن الآخر، يرى هذا على منكر ويسكت عنه، ويرى هذا على منكر ويسكت عنه. السكوت عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف سبب للعنة الله، وهذا يكفي وعيدا لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكيف إذا المجتمع كله ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حلت اللعنة على المجتمع. إذن المسلم عليه أن يحرص على هذه الشعيرة حتى لا تصيبنا هذه اللعنة. الله عز وجل ما ذكر هذا عن بني إسرائيل مجرد خبر نقرأ في القرآن فقط، لا، من أجل أن تقرأ وتحذر حتى لا تقع فيما وقعوا فيه، لأنك إذا وقعت فيما وقعوا فيه صاب كما أصابهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم، يعني قل يا محمد لهؤلاء الكفرة أن الذي جئت به حق من عند الله سبحانه وتعالى، فالقرآن والسنة من عند الله، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، بل هو وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الأسلوب في القرآن أسلوب تهديد ووعيد. يعني بعض الناس يستدل بهذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول هذا على التخيير وعلى الحرية. من قال لك أن هذا على سبيل الحرية؟ هذا على سبيل التهديد والوعيد. ولذلك في آخر الآية ماذا قال؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، فكيف يقال إن هذه الآية معناها تخيير الناس، صر مؤمن صر كافر على كيفك، كما يسمونها الديمقراطية، وهي الديمقراطية الكفرية. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد ووعيد. كما تقول أنت لابنك إذا أراد أن يفعل شيئا، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، يعني إذا فعلت فإني سأعاقبك وأضربك ونحو هذا الكلام. فهذا أسلوب عربي معروف، أسلوب تهديد ووعيد. ولكن الزائغين الذين أزاغ الله قلوبهم عدلا منه سبحانه وتعالى بسبب زيغهم عن طريق الحق والصواب، يستدلون بمثل هذه الآيات على الحرية، وأن لهم أن يكون هذا الدليل معهم، كما يستدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، يقول هذا دليل على الحرية. من قال أن هذا دليل على الحرية؟ هذه براءة، لأن في أول الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم في آخر السورة لكم دينكم ولي دين، أي براءة منكم. وليس معنى ذلك تخييركم فيما أنتم عليه، أن الإنسان يختار ما يريد من الديانة، يختار ما يريد من الأدلة التي توافق هواه ويترك ما لا توافق هواه. لا، ليس هذا دين الله عز وجل. دين الله عز وجل لا يأتي بمثل هذا، منزه شرع ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير، منزع مثل هذه الأباطيل. وإلا لماذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب؟ إلا من أجل أن يعبد وحده لا شريك له. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا مثل هذه الآيات المراد منها التهديد والوعيد وليس التخيير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا آخر الكلام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.